في سابقة من نوعها بالمغرب، تفاجأ المواطنون المغاربة صباح اليوم بأداء غرامة مالية قدرها 25 درهما عند مرورهم دون احترام ممر الراجلين. فهناك من حبب الفكرة والبعض الآخر لم يستصغ الأمر. هادشي كيجيني شي شوية ومزيان، ولكن خص الإنسان خص أول حاجة تكون توعية ديال الناس. علاش في الاعلام العمومي، في الجرائد، يكون مثلا في ممر الراجلين تكون شي بلاكا بحال الشكل ديال اوروبا؟ حيت دابا حيت اول واحد دابا كتقول له جرى درتي مخالفه كيقول لك اش مخالفه 25 درهم. زعما بغض النظر على 25 درهم، حيت هذه التربيه. انا دابا ملي كنكون غادي في الشارع كنكون مع ولدي شادو في يديه، كنقول له يا ولدي ها فين كيقطعوا الناس، ها فين كيمشيو الناس، ما تلوحش الزبل في الزنقه، ما ديرش هذه. ولكن ملي كيجي واحد مسكين ما عارفش كاع واش كاين هذا القانون هذا وكيدوز كتقول لي ما قطعتش، قطعت انا في البلاصه اللي ما مسموحش بها، ولكن ما عنديش انا هذا الشيء في بالي نهائيا. الانسان هذه مزيانه، ولكن خص تكون التوعيه هي الاولى عاد نطبقوا على الناس القانون. انا خلصت 25 درهم، وإني مره اخرى ما غندير بحال هكذا. ما غنلقى الممر ديال الراجلين باين غندوز مع ممر الراجلين، مهما واحد اخر غيشوفني بحال هكا غيدوز هو ممر الراجلين. إن الدائرة مزيانة وتطبق على جميع المغرب كله، بحال تطوان، بحال فنيدق، بحال مارتيل، وين لكن البلدية خاصة تصاوب الممر الراجلين، تصاوب ممنوع في بلاصة ممنوع الوقوف، البلدية هي اللي غتقوم بهذا الشيء. هي إذن مخالفات وغرامات تبدو غريبة للمواطنين الاعتبار بأنها تطبق لأول مرة ببلادنا، لكن من شأنها توعية الراجلين بأهمية احترام قانون السير.